أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة، ننتقل فيها للشأن العربي الدولي والعراقي ونبدأ بالعناوين. البداية بصحيفة المدى ومقال بعنوان سباق التسلح بين القاعدة والسلطان. ومن صحيفة المدى نقرأ أيضا كلكم فقاعات. صحيفة العالم الولاية الثالثة. صحيفة القدس العربي العراق محاولات إعادة الهيبة إلى عرش السلطة. صحيفة الخليج شباب العراق مستهدف. موقع كتابات المقدمات لتأجيل الانتخابات. ومن كتابات نقرأ أيضا حكومة الخطر والإنذار. موقع ساحات التحرير أمراض العقل العراقي. ومن موقع إلاف نقرأ العراق المستجير من الإرهاب بالديكتاتور. صحيفة العالم معامل الكبة في بغداد، لحوم انتهيت الصلاحية منذ شهور ومراحيض وسط المطابخ وأعقاب زكائر في الأواني. صحيفة هآرتس المراقبة بقلق. صحيفة معريف الاختيار بين شر كبير وشر أكبر. صحيفة يديعوت أحرنوت البرادعي سيدفع الثمن. صحيفة إسرائيل اليوم حقيقة الصراع بين اليهود والفلسطينيين. صحيفة المستقبل أربعة أكواب قهوة يوميا تزيد خطر الوفاة. صحيفة البيان اختبار دم فوري للمضادات الحيوية. صحيفة الخليج الغناء علاج للشخير. صحيفة الاتحاد البريطانيون يأخذون طعامهم معهم خارج بلادهم. وأخيرا من صحيفة النهار مرض نادر يحول فتاة وحشا ضاريا.
مرحبا بكم مشاهدينا مجددا، ومن العناوين الى المقالات والتحقيقات. وكالعاده الملف العراقي ومحطتنا الاولى، فابقوا معنا. إذا نبدأ بصحيفة المدى ونطالع فيها مقال للكاتب سرمد الطائي بعنوان سباق التسلح بين القاعدة والسلطان. يقول فيه: صديق قديم عثرت عليه في أزقة تويتر بالصدفة، حدثني عن القلق الذي يسود مراكز القوى على الأمن، وما زاد الترقب حتى هو أن القائد العام منهمك هذه الأيام بالتجهيز للانتخابات، وهو يتوعد مساعديه ويتهمهم بأنهم قصروا كثيرا في التبشير بحملته الخاسرة في الانتخابات الأخيرة. ويستدرك الكاتب قائلا: إن صديق القديم ينقل مخاوف مسؤولين كبار ناتجة عن انهماك المالكي في ملف الانتخابات وإهماله ملف الأمن، ويقال إنه أوكل الإشراف على مكافحة التفخيخ والإجرام لبعض خواصه المقربين، وأخشى ما أخشاه أن يفعل سلطاننا كما فعل بعض محافظيه السابقين في مدينة جنوبية حين قام زعيم الحكومة المحلية تلك بتعيين فتى غر بسيط وبلا خبرة لم يبلغ من العمر 30 مسؤولا عن الملف الإقليمي والتجارة البينية مع إيران والسعودية، ما انتهى بحزمة كوارث. ويضيف الكاتب بالقول: ولأنها شؤون صبيان فإن القاعدة تتفوق علينا في سباق تسلح يبدو حقيقيا بعد أن ثبت امتلاك تنظيم الموت لسرب طائرات بلا طيار، بينما نتوسل نحن واشنطن كي تقرضنا أو تعيرنا أو تؤجر لنا بعضا من هذه المعدات لنحاول رؤية أنفسنا من فوق. ويختم الكاتب قائلا: لقد كتب الرحالة ابن جبير الأندلسي قبل 9 قرون في رحلته الشهيرة وصفا بغضب سوء ما حل بدار السلام وانعدام تدبير سلاطينها حين زارنا قبل مجيء هولاكو ب70 سنة، لولا ورع ابن الجوزي وفصاحته ولطف فقيه الخرسانية ومواعظه وتقواه لخسف الله الأرض بأهل بغداد. ترى ماذا كان سيكتب ابن الجوزي لو زارنا اليوم ووجد الحاكم بأمره يتفنن في العجز مع جليل الأمور وأذناها. نبقى في صحيفة المدى ونطالع مقال آخر بعنوان كلكم فقاعات للكاتب علي حسين. يقول فيه: لماذا أصبح الخوف واقعا؟ يريدون منا أن نعيش في ظله، مطلوب منا أن نخاف مواطن خائف بامتياز، تتلفت حولك تتوجس من جارك وصديقك وتخشى مصافحة الأخير لأنهم لا ينتمون إلى طائفته. ألم يقل أنه يجب على المواطنين الحذر؟ فاحذر أن تمد يديك لغريب لئلا تتلوث، وعليك أن تخاف من العلماني والشيوعي لأنه كافر، ومن الشيعي لأنه ميليشياوي، ومن السني لأنه قاعد. وعندما يكتمل خوفك وتوجسك سيدفعك إلى الخوف من أقرب الناس إليك، ويصبح مصير البلاد معلقا برضا رجل واحد. وكأننا لا نريد أن نغادر عصر القائد الأوحد، عصر الهبات والمنح والعطايا، وأيضا عصر العفو الخاص. يواصل الكاتب قائلا: دعونا نتساءل لماذا لا تتغير النظرة إلى الشعب الذي يعتقد قادتنا الأفاضل أنه مجرد قطيع لا بد من ترويضه. للأسف لم نجد المالكي ومقربيه قد أصابهم الجزع وهم يشاهدون قوات الجيش تطلق النار على المتظاهرين، لم يسألوا أنفسهم لماذا يقتل المواطن بدم بارد، لماذا في كل حديث عن الإصلاح يهددون الناس بفزاعة الحرب الطائفية، لماذا يحشدون القطاعات العسكرية في مواجهة أبناء الشعب. ويضيف الكاتب بالقول: يقول يوليوس قيصر لقادة روما أن أكثر ما يخافه الحاكم هو أن يعرف الناس عظمته والحقوق وحفظها والظلم وكيف يرفع والإنسانية وما هي وظائفها والرحمة وما هي لذاتها. الجميع أعداء ومتآمرون إلا أنت وجماعتك، لذلك لا يسمح لك بمغادرة أرض الخوف. مواطن خائف ومذعور أفضل عندهم من أولئك المغامرين بجرأتهم والمبادرين بانفتاحهم. الخائفون يسهل اقتيادهم وتدجينهم. ثم يختم الكاتب قائلا: عندما يخرج العراق اليوم من بيته يضع يده على قلبه وهو يقول: اللهم نجنا مما يخبئ لنا. فهذا المخلوق الخائف والبائس طبع على أنه لا يستحق شيئا في الحياة حتى الحلم، فهو مجرد فقاعة. ننتقل إلى صحيفة العالم ونقرأ هذا المقال للكاتب صالح الحمداني بعنوان الولاية الثالثة. يقول فيه: لا بأس من تذكر كلمة لطيفة قال النائب السابق مثال الآلوسي مجيبا على سؤال في لقاء تلفزيوني. يقول:
ما رأيك بإعادة ترشيح السيد إبراهيم الجعفي ليكون رئيسا لوزراء العراق لمدة 4 سنوات بعد أن كان رئيسا للوزراء لأقل من عام؟ فأجاب بأن هذا يعني أنني فشلت كرئيس وزراء طيلة 6 أشهر، إذن مدوني ب4 سنوات أخرى حتى أفشل فيها أيضا. ثم يستدرك الكاتب قائلا: هل يعيد التاريخ نفسه؟ أم أننا كشعب عراقي سنعيد خطأنا وسنلدغ من الجحر 4 مرات متتالية وبنجاح كبير؟ هل حقا ما يقال عن أن السيد نور الملك يستعد من طهران وواشنطن للتمهيد لجعل ولاية ثالثة في متناول اليد؟ هل ستدعم واشنطن ولاية ثالثة لرجل أهدر المئات من المريالات دون أن يحقق شيئا يذكر لا على مستوى الأمن ولا على مستوى الخدمات؟ وهل ستعطي كتلة الأحرار وكتلة المواطن والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني السيد الملك 4 سنوات أخرى ليفشل فيها كما فشل بالثمانية المنصرمات؟ ثم يخرجون علينا جميعا بأعذار تتلخص الضغوطات الإيرانية. هل سنبقى ل4 سنوات أخرى بلا وزير دفاع ولا وزير داخلية ولا مدير مخابرات لأن القائمة العراقية سترشح بعثيين موالين لها لهذه المناصب بدلا من تعيين وترشيح بعثيين موالين لحزب الدعوة الإسلامية؟ يقول الكاتب أيضا: هل هذه النهاية؟ هل هذا هو العراق الجديد الديمقراطي الحر الذي حلمنا به وبذلت من أجله مئات الآلاف من الأرواح وتريليونات الدولارات؟ ويقول الكاتب أخيرا: 32 مليون نسمة لا تستطيع أن تختار رجل دولة وطنيا واحدا يحكم هذه البلاد ويفرض فيها الأمن ويوزع فيها الثروات بعدالة. إلى صحيفة القدس العربي ننتقل مشاهدينا ونقرأ هذا المقال للكاتب الدكتور مثنى عبد الله بعنوان: العراق محاولات إعادة الهيبة إلى عرش السلطة. يقول فيه: على خطة طغاة الكبار في البيت الأبيض باشر طاغية العراق بتوجيه كلمة أسبوعية إلى العراقيين كانت بدايتها يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي في محاولة من لاستعادة آخر قطرة هيبة، تلك التي كانت معلقة في سقف مكتبه وسقطت في واقعة اقتحام سجني أبو غريب والتاجي في ضواحي بغداد. يضيف الكاتب: لقد فقد الرجل توازنه وبما يمليه عليه الموقع الرسمي من ضرورة التحلي بالكياسة والشجاعة في مواجهة الصعاب، ولم يعد في جعبته سوى الدفع بعمليات تستهدف إشاعة الصدمة والترويع بين الأبرياء متوهما أنها السبيل الأمثل لاستعادة الهيبة، بينما هي في الحقيقة حجر واستنهاض واسع للكراهية والبغضاء في الطرف المقابل ضده. إن أقصى ما يواجهه الحاكم هو انتقال المعارضة السياسية من صفوف النخب إلى صفوف الشعب، عندها تتحول إلى حالة عداء شخصي وثراء ضد الحاكم لن تنتهي إلا بنهايته أو بنهاية الوطن، والدول تبقى على قيد الحياة عندما يكون استخدامها للقوة شرعيا وليس لغرض إخضاع مواطنيها الذين خرجوا ضدها بسبب فقدانها الشرعية. فاضطهاد الأبرياء يخلق جيوشا من الغرباء بالوطن الذين يشعرون بأنهم دفعوا ثمنا باهظا من دون ذنب اقترفوه. ويخلص الكاتب إلى القول: لقد نسي المالكي أن عوامل القوة لدى أي دولة هي في الاستخدام الأمثل للسياسة وقوة الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى والاقتصاد والمعلوماتية، فليستطيع القول أيهم لديه يقينا أنه لا يملك أي من العوامل المذكورة. ويقول الكاتب أيضا: بالتالي لا يستطيع حماية مواطنيه الذي سيكون لديهم الاستعداد للبحث عن بدائل أخرى، وهو الذي سيحصل عاجلا أم آجلا. ننتقل إلى صحيفة الخليج وهذا المقال للكاتب مفتاح شعيب بعنوان: شباب العراق مستهدف. يقول فيه: لم تستطع الأحداث الملتهبة في المنطقة أن تحجب المشهد العراقي المدرج بالدم، فقد تصاعدت في الشهرين الماضيين الهجمات المجنونة وبعضها كان أسوأ مما عرفه العراق خلال السنوات، وكأن هذا التصعيد يأتي ليذكر ما أن ما يحدث في بلدان أخرى يشكل استثناء، أما مسلسل المذابح والتقتيل في بلاد الرافدين فمستمر ولم ينقطع. يضيف الكاتب: الخطير أن الهجمات الجديدة نوعية وضربت أهدافها المدنية مثل المقاهي وملاعب كرة القدم التي ترتادها عادة فئة الشباب، ربما لتوصل رسالة مفادها أن لا مكان في العراق للبهجة والحياة وأن طاحونة القتل باتت تنتقي ضحاياها بترتيب وتخطيط مسبق. أخيرا أكدت الأمم المتحدة، يضيف الكاتب، أن العراق أصبح رمزا لفقدان الأمل والخوف واليأس، وأشارت إلى أن 17% من الشباب يرغبون في الرحيل إلى خارج العراق لدواعي عدة أولها انعدام الأمن
الاضطراب السياسي إضافة إلى ارتفاع الفقر والبطالة إلى مستويات قياسية. وفي السياق الحالي يمثل النجاح في ترحيل المزيد من أبناء الشعب العراقي ومن شبابه على الخصوص تحقيقا لهدف حرمان البلد من قواته الناشطة، سواء لإعادة بنائه أو للدفاع عنه حينما يقتضي الواجب. ومع أن الوضع العام أصبح فوق الاحتمال، لم يستطع أصحاب الشأن أن يلتئبوا في قاعة واحدة على قاعدة حماية العراق من الفتنة والإرهاب والتدخلات الخارجية. وفي ظل نسف الدم الذي لا يتوقف وحلقة الرعب المتسعة، فإن شيئا من ذلك لا يبدو أنه سيتحقق، والمصير هو أن تظل نزاعات الفتنة والتخريب تفعل فعلها بلا رادع، ويتواصل الضياع إلى أجل غير مسمى. حديث الصحافة مستمر معكم لكن بعد فاصل قصير. هذه انتقالة مشاهدينا للصحافة الإلكترونية وتحديدا موقع كتابات لنقرأ ما جاء للكاتب واثق الجابري بعنوان المقدمات لتأجيل الانتخابات. يقول فيه: التردي في الواقع السياسي والانهيار الأمني وتراجع الخدمات وورود كثيرة من معظم السياسة عامة ومنهم في هرم المسؤولية خاصة أدى إلى تراجع الشعبية للقوى السياسية وغضب عارم نتيجة الإجراءات الحكومية لمعالجة الملف الأمني والخدمي، وجعل المواطن يعيش حالة من القلق. ويردف الكاتب بالقول: المسؤولين على الأمن طالما تبادلوا المنابر للتصريح، وكأن إنجازهم القول أننا نعلم بالتفجيرات ووقعت وأن هنالك أيام عصيبة تنتظر العراقيين. ومصدر آخر كشف عن وجود خروقات قادمة وأنه يتوقع حدوثها رغم توفر المعلومات. ويضيف الكاتب بالقول: الخسارة الكبيرة التي تعرضت لها بعض الأحزاب الكبيرة دفعها للدخول في مفاوضات لتمديد عمل الحكومة والبرلمان، وجهود كبيرة تبذل بهذا الصدد، والتأجيل لعامين بضرائع الدواعي الأمنية واستغلال التهديدات. دعاية انتخابية والكتل السياسية رفضت التصريح المعلن حول نيتها تأجيل الانتخابات، ولكن ما أشيع حول استهداف البرلمان والتهديدات الخطيرة التي أدت إلى تعطيله وتأجيل جلساته يعني أنه هنالك نوايا لجعل القوانين معلقة رغم قرب الفترة الانتخابية. ويختم الكاتب بالقول: في وقت يسعى العراقيون للحوار وتوحيد الصف لمواجهة الخطر القادم ووجود اجتماعات بين قادة الكتل وبين الرئاسات الثلاث، تجد هنالك من يصرح أن هذا وذاك من الذباحين، وهذا مناقض لما يحدث. إذا ننتقل أو نبقى في موقع كتابات مشاهدينا، وهذه المرة نطالع مقال الكاتب فلاح المشعل بعنوان حكومة الخطر والإنذار. يقول فيها الكاتب: ماذا يحدث في بغداد وحزامها؟ وهل يجوز أن تدخل البلاد في طوارئ بسبب إخبار كاذبة عن انقلاب مزعوم وضعته جهات إعلامية معروفة؟ أليس ما يحدث في العراق هو عسكرة المجتمع وإعادة الأجواء البوليسية والقمعية تحت مظلة حماية النظام؟ ويتابع الكاتب بالقول: ما الدافع للإرهاب الناس والمجتمع بعودة الحرب الأهلية والطائفية وتمزيق الوطن بدلا من طرح مبادرة لتحقيق الأمان والوثاق للخروج من الأزمة؟ الكل يعيش في حالة الخوف والإنذار والخطر المستطير، وكيف تختفي الحلول وترتفع السدود في بلاد تمتلك قدرات بشرية وفكرية ومالية بحجم العراق؟ الجواب يأتي في مظاهر الفشل والتصلب بإجراءات حكومية تعاني فقر الوعي والروح الإصلاحية، وبرلمان أعور يرى بنصف عين، وسلطة قضائية منبطحة للحكومة. ويضيف الكاتب قائلا: الشهر الأخير من عمر البلاد الحزينة تكرس لأمرين لا ثالث لهما، الأول موت مجاني يعصف بالوطن والمواطن بسبب الإرهاب والتفجيرات وفقدان الأمن، والثاني سأتي بإجراءات عسكرية لحماية الخضراء والحكومة من الانقلاب المزعوم بالوقت الذي فقدنا فيه قدرة التمييز بين ما تفعله تنظيمات القاعدة وبين صناعة الأيادي الخفية العاملة في الداخل. تتكشف الحملة العالمية الوهمية التي أطلقتها وكالة فارس العالمية بتوجيه من قيادات سياسية عراقية مستترة عن قصة انقلاب تحاك في خيالات رؤوس لا تملك حلا أو صلاحية لإدارة البلاد حسب قول الكاتب. ثم يختم الكاتب بالقول: الأخطاء بلغت مبلغا لا يمكن السكوت عنه من قبل القوى السياسية الوطنية، وأقصد بها الأحزاب والتيارات المنطوية تحت يافطة الائتلاف الشيعي. السكوت عما يحدث يعد تواطؤا ومشاركة بالأخطاء، ينبغي أن تلقى رفضا وتصحيحا من كل سياسي حر داخل الائتلاف قبل أن يأتي الاعتراض من القوى السياسية الأخرى.
ومن موقع صحة التحرير نطالع مقالا بعنوان أمراض العقل العراقي للكاتب صلاح حسن، حيث يقول الكاتب: يموت المواطن العراقي في كلتا الثقافتين، المنتمي إلى ثقافة الانتحار أو المنتمي إلى ثقافة الاستشهاد. كلاهما يؤمن أيضا أنه سيذهب إلى الجنة مباشرة. الانتحار الذي يفجر نفسه بالحزام الناسف أو السيارة المفخخة، والمقتول الذي سينال الشهادة فور مقتله. ويستدرك الكاتب بالقول: في هاتين الثقافتين تسعى كل ثقافة إلى تأثيم الطرف الآخر بعد تسليله وهتكه ولصق كل الصفات المغضولة به بطريقة هذائية لا تستند إلى أدنى مقوم، سواء كان واقعيا أو رمزيا. وثقافة الانتحار تنطلق من ذلك الجرح النجسي، خسارة السلطة والفكر التشاؤمي الذي يقود إلى الاكتئاب واليأس، في حين تقوم ثقافة الاستشهاد بتسفيل أي عقل نشيط يعمل على صيانة الذات وتجعل منه عقلا مستقلا. ويضيف الكاتب قائلا: الساسة يعيشون بذاكرة مشرورة، لكن المواطن لا ينسى الشرطي الشيعي الذي احتضن الانتحار الذي يرتدي حزاما ناسفا وأخرجه من دائرة الانتخابات وانفجر معه خارج القاعة. لن ينسى المواطن العراقي السني هذه التضحية، كما لن ينسى المواطن العراقي الشيعي الشاب الأعظم السني الذي غرق في نهر دجلة بعد أن قضى عددا من الزائرين الشيعة في حادثة الجسر الشهيرة. في المقابل لا تسعى ثقافة الاستشهاد إلى تخصيب العقل بدفع الأحزان والمخاوف والمهددات، إنها غير قادرة على تفجير النزاعات الودادية بين المواطنين بقدر إثارات هذه المخاوف والمهددات. ويختم الكاتب بالقول: كلتا الثقافتين في حاجة إلى تأهيل نفسي واجتماعي من خلال تطمين الجراح النجسية للثقافة الانتحارية وإعادة النظر بالاحتفالات الدينية. بالنسبة إلى ثقافة الاستشهاد وأمراض العقل العراقي أصبحت كثيرة، وبعضها قد يصبح مزمنا إن لم يقم الأصحاء بتدارك المعضلة وإيقاف هذه الهستيريا. من هنا ننتقل إلى موقع إلاف ونقرأ منه هذا المقال للكاتب عمار السواد بعنوان العراق المستجير من الإرهاب بالديكتاتور. يقول فيه: من إسقاط الديكتاتور إلى بناء الديمقراطية ثم المستبد العادل، وفيما بعد الانقلاب العسكري، تتنقل تطلعات النخبة العراقية. من يريد أن يلحظ أهم وجوه التخبط العراقي فلينظر لحال النخبة والمثقفة والإعلامية في العراق، فهي مربكة وغير مستقرة في رؤيتها للحل. وسط التخبط يبحث البعض عن نموذج في الجوار متغير مصري، دور عسكري يدعم تحولا مدنيا يضع حدا لأشقاء الحكم العراقي الإسلاميين، أولئك الذين أضافوا لخرابات النظم السابقة خرابا جديدا وموتا آخر. من المهم، يقول الكاتب، الاستفادة من التطورات المصرية والتعلم منها خلال المواجهة السياسية والفكرية المفتوحة في عامين متغيرات وأفكار ومعطيات تستحق أن تقرأ بعين الناقد وعين المستفيد، وهذا مختلف عن الدعوة لاستنساخ التجربة. أن نتعلم من تجارب الآخرين أمر مختلف عن استدعاء ما فعلوا. وبعيدا عن تحليل الواقع المصري ونتائجه إيجابية كانت أم سلبية، ونفترض أنها إيجابية، فإن شكل ومضامين المشكلات والأوضاع الجيوسياسية مختلفة بين البلدين، وآخر ما يحتاجه العراق الآن باب جديد للمواجهة والدماء. ويقول الكاتب: في العراق لم تولد قناعة باعتبار كل الإسلام السياسي إرهابا. الإرهاب مصطلح يستخدم تحديدا على الجماعات الجهادية الانتحارية وتنظيم القاعدة، والمؤسسة العسكرية العراقية لا تحظى بإجماع وطني وتاريخيا، لا تملك الرصيد الأخلاقي الكافي في ظل استخدامها بقمع الشعب مرارا. وفي الوقت الراهن تفتقد التوازن في التعامل مع المدنيين رغم وجود الإدارة السياسية المدنية التي تتحكم بها، فكيف سيكون حالها إذا تحررت من هذه الإدارة؟ لهذا مع استمرار الانقسام الشرس لا حلول، ومعه أيضا لا يمكن بناء دولة. الدكتاتورية والانقلابات العسكرية لم ولن تحققها، هذا هو الحل بعيدا عن أي دكتاتورية. فليس هناك مستبد عادل، ولا يمكن الوثوق بدكتاتور يحكم بلدا منقسما دون أن يكون نفسه هو خاضعا لهذا الانقسام. إذا نطوي آخر صفحات ملف العراق الآن مع هذا التحقيق من صحيفة العالم بعنوان معامل الكبة في بغداد، لحوم منتهية الصلاحية ومراحيض وسط المطابخ وأعقاب سجائر في الأواني. حيث كشف عاملون في مصانع للأغذية كما أشار التحقيق ومصادر في وزارة الصحة أن عشرات المعامل التي تنتج الأكلات المجمدة في بغداد كالكبة والسمبوسك والبرك تعمل خارج الضوابط الصحية والمهنية. ويقول عن هذا الموضوع أو في هذا الموضوع بلال أحمد، وهو موظف في أحد معامل جميلة لإنتاج الأغذية المجمدة، أن هناك معايير عدة تتطلبها الصحة لإعطاء الإجازة والتي تصدر بعد إجراءات إدارية.
طبيعية تليها زيارة اللجان للمعمل، ومن هنا يبدأ مسلسل الرشوة. وأضاف أن أهم هذه المعايير المطابقة للمواصفات المطلوبة صحيا هي أن تكون المراحيض خارج قاعة المعمل أي المطبخ، في حين لا أحد يطبق هذا المعيار. وترى أن الحمامات الصحية وسط القاعة والعامل لا يبالي بنظافته بعد خروجه منها ويزاول عمله دون أدنى وعي صحي. وتابع: كما يجب أن تكون خزانات المواد الغذائية الصحية وبرادات خزنها تكون ذات أرضية خاصة مصنوعة من السيراميك أو الكش لأنها الأنسب لخزن اللحوم، بينما يتم الاستعادة عنها بالصب أو الخشب وهو ما يؤدي إلى تسرب التبريد وفساد اللحوم. وأكد مصدر في وزارة الصحة في اتصال مع صحيفة العالم حسب ما أشار التحقيق أن بعض اللجان الصحية الميدانية تضم سماسرة يتفقون مع أصحاب المعامل للالتفاف على القانون والابتعاد عن المحاسبة مقابل 25,000 دينار في كل جولة تفتيشية تنفذها اللجنة، وهي تكاد تكون جولة شهرية. وأوضح المصدر الذي اشترط عدم كشف اسمه أن المعامل تدفع مقابل كتابة تقرير سليم عنها، على الرغم من عدم امتلاكها إجازة عمل أو أن عمالها لا يملكون إجازات صحية. من جانبه قال فؤاد عوني أحد أعضاء اللجان التفتيشية في دائرة صحة الرصاصة للعالم أن الوزارة أشرت في مثل هذه الخروقات وجود حالات فساد فشددت الكثير من إجراءاتها لمنح الإجازات، لكنها ما تزال غير قادرة على السيطرة على حالات الرشة التي كانت تتعاطاها اللجان الميدانية التفتيشية. إلى الملف العربي والدولي الانتقال الآن، لكن بعد ثوان فكونوا معنا. صحيفة آرس العبرية بداية ترى أن مصر تعصف بها أزمة سياسية خطيرة، وفي مقال لها تحت عنوان المراقبة بقلق قالت الصحيفة: تمر مصر الآن في إحدى أزماتها السياسية الأكثر شدة منذ الثورة، والقلق الأساس ومن فقدان سيطرة قوات النظام والانتقال إلى معارك شوارع ودخول عناصر الإرهاب إلى المعركة وتفكك الجوهر المدني والسياسي في الدولة. وتابعت الصحيفة: الصراع الذي تسبب منذ الآن بموت مئات المواطنين لا يزال في ذروته ولا يبدو بعد أي مخرج سياسي، ويمكن لتحليل الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع الخطير بالتأكيد أن يوصلنا إلى الاستنتاج بأن استيلاء الجيش على الحكم وعزل لمحمد مرسي على الرئاسة تسبب في المواجهة العنيفة بين حركة الإخوان المسلمين والجيش والحركات الليبرالية. وقالت الصحيفة: يمكن الادعاء بأن الجيش المصري اتخذ قراراته على خلفية المعارضة الجماهيرية الشديدة لمواصلة حكم الإخوان، لكن الخلاف الفكري على طبيعة الديمقراطية أو الدكتاتورية للخطوة العسكرية تخلي الآن مكانها لخوف عملي من إمكانية انهيار الحكم المركزي. واختتمت الصحيفة مقالها بالقول: لا ينبغي لإسرائيل أن تتدخل في الشأن الداخلي في مصر وأن تراقب بقلق ما يجري فيها، وعليها أن تركز على مواصلة وجود اتفاق السلام والحفاظ على الظروف الداعمة لوجوده. صحيفة معرفة العبرية تناولت التناقض في موقف الغرب تجاه ما يجري في سوريا وفي مصر، وفي مقال لها تحت عنوان الاختيار بين شر كبير وشر أكبر قالت الصحيفة: من زاوية نظر غربية فإن محاولة النظام المصري قام على الإخوان المسلمين تبدو فظة، ومواجهة الأيام الأخيرة في مصر توضح بأن الطرفين لا يخرجان جيدا من هذه القصة ولا يوجد هناك أولياء، والمحزن هو أن هذه هي قواعد اللعب الكريهة في الشرق الأوسط. وتابعت الصحيفة: لا يوجد فضل المظاهرات حسب قواعد بروتوكول جنيف، والآن بعد سلسلة رهيبة من الجرائم ضد الإنسانية بعد عدد لا يحصى من المذابح والقتل للأبرياء والغرب، كان سيشتري كل تسفيات وعيد الهدوء إلى سوريا بما في ذلك بقاء الأسد في الحكم، ولكن النظام المصري بالذات الذي يكافح ضد التطرف يحصل على كتف باردة من الغرب. وأضافت الصحيفة: أحيانا لا يكون مفر من الاختيار بين شر كبير وشر أكبر، وإذا كان النظام المؤقت في مصر هو شر كبير ولكنه البديل الوحيد للشر الأكبر. واختتمت الصحيفة مقالها بالقول: وهكذا فإن المتأففين يمكنهم أن يتأففوا دون توقف، والمشكلة هي أن هذا التأفف سيؤدي إلى سيطرة الإسلام المتطرف في مصر الدولة العربية الأهم، وبدلا من إيران واحدة سنحصل على اثنتين. صحيفة ريعوت حرنوت العبرية تناولت موضوع استقالة البراذعي من منصبه، وفي مقال لها تحت عنوان البراذعي سيدفع ثمن قالت الصحيفة:
نائب الرئيس المصري محمد البرادعي الذي استقال في اليوم الذي قتل فيه مئات المتظاهرين في القاهرة يعتبر حسب كل المقاييس المتبعة في العالم المتنور وطنيا، حيث اختار البرادعي القيام بما يعرف كيف يفعل على النحو الأفضل وطار بعيدا عن ساحة المواجهات العنيفة. وتابعت الصحيفة: لا أحد يصدق البرادعي أن ضميره يعذبه وأنه صدم حقا من القتل في الميادين، كما لم يحاول أحد أن يقنعه بالبقاء إذ أن الجنرال السيسي سمح له بالذهاب، والمهم ألا يزعج، كما أن وزير الدفاع أخفى عنه أيضا الخطة لإخراج الجيش والهجوم على ميادين مشتعلة. وهكذا وجد البرادعي نفسه في مفاجأة محرجة، فعندما انقضت الدبابات على البؤرتين الإسلاميتين كان مشتغلا بتجنيد الدعم الدولي لخطة المصالحة وتحرير الرئيس المعزول مرسي وإخراج زعماء الإخوان المسلمين من السجون وإدارة حوار. وقالت الصحيفة في ختام مقالها: البرادعي ليس الطفل المدلل الذي يبدي الجنرال السيسي الاستعداد لتبنيه، فقد أثبت السيسي أنه مستعد لأي خاطرة مع كل العالم، لأن الديمقراطية بنظره يمكنها أن تنتظر وحقوق المواطن ستقف في الطابور، ولديه حساب طويل مع كل من تعاون مع الإسلاميين، وهو لا يحلم أو يحلم بتحرير مرسي. صحيفة إسرائيل اليوم من جانبها تناولت الخلافات الجوهرية بين اليهود والفلسطينيين، وتحت عنوان حقيقة الصراع بين اليهود والفلسطينيين قالت الصحيفة: لا تستطيع ألف ابتسامة من الرئيس الفلسطيني وكلام صائب عرقات أن تخفي الحقيقة الأساسية، وهي أن حق العودة والسيطرة على القدس هما الموجودان في مركز النزاع التاريخي بين إسرائيل والفلسطينيين. وتابعت الصحيفة: ورغم فروق جوهرية وأساسية توجد خطوط تشابه صورية على الأقل بين اليهود والفلسطينيين، فتقول الصحيفة كذلك، لذلك لا يستطيع أي تفاوض في المصالح أن يتحقق. وأضافت الصحيفة أن جون كيري والاتحاد الأوروبي وفرسان السلام الإسكندنافيين، كما تقول الصحيفة، لا ينجح أبدا في فهم معنى الجدل التاريخي في القدس، وستنتهي ولايتهم لأعمالهم قبل أن يتغلغلوا إلى عمق الفهم الحقيقي للمواجهة القديمة. واختتمت الصحيفة مقالها بالقول: في الصراع بين اليهود والفلسطينيين سينتصر من يكون مصمما وقويا وعنيدا ومستعدا للحرب. إنها حرب إسرائيل الكبرى التي لا منص منها، ومن المؤسف أنه يوجد في إسرائيل من هم مستعدين للمساعدة على حل الانسحاب الخاسر. ومن هنا إلى الصفحة الأخيرة، لكن بعد الفاصل. والآن مع ما تناولته الصحف في صفحاتها الأخيرة، ونبدأ بصحيفة المستقبل ونقرأ منها خبر عنوانه: 4 أكواب قهوة يوميا تزيد خطر الوفاة. فقد توصل باحثون أمريكيون إلى أن تناول 4 أكواب قهوة أو أكثر في اليوم يزيد خطر الوفاة بنسبة 5% لدى الأشخاص أو 50% لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 سنة. ونصح الباحثون الشبان والشابات بتفادي الأكثر من القهوة، وقال باحثون إن دراستهم حول شرب القهوة وجدت أن 60% من الراشدين الأمريكيين يتناولون القهوة يوميا ويستهلكون ما معدل 3 أكواب يوميا. وتحقق الباحثون من أثار استهلاك القهوة على احتمالات الوفاة لكل الأسباب والوفيات من أمراض القلب الوعائية حسب صحيفة المستقبل. ونطالع من صحيفة البيان خبرا عنوانه: اختبار دم فوري للمضادات الحيوية. حيث أكد خبراء في بريطانيا أنه يستطيع فحص دم فوري من خلال وخز الإصبع إعلام الأطباء إذا كانت حالة المرضى تستدعي وصفة مضادات حيوية لهم أم لا. وأوضح فريق البحث حسب صحيفة البيان أن الاختبار مفيد بشكل كبير في تقليل وصفات المضادات الحيوية وضمان وقاية المرضى الذين يعانون من آثار جانبية تجاههم، وكذلك في علاج أحد أكبر المخاطر الصحية في هذا العصر وهو مقاومة المضادات الحيوية حسب ما ذكرت الصحيفة. وإلى صحيفة الخليج وخبر بعنوان: الغناء علاج للشخير. فقد أثبتت دراسة أجراها مستشفى بريطانيا أن أفضل علاج للتخفيف من أعراض الشخير المزعج هو ممارسة الغناء بصورة منتظمة. وقد أجرى مستشفى ملكي تجارب سريرية على مرضى لمدة 3 أشهر، طلب منهم خلاله التدرب على الغناء لتحسين نبرة عضلات الحلق لديهم،
حسب صحيفة الخليج. وتبين أن المرضى الذين غنوا بأصوات مرتفعة تمكنوا من تخفيف أو وقف الشخير الذي يعانون منه في فترة 3 أشهر. إلى صحيفة الاتحاد ننتقل، وخبر بعنوان البريطانيون يأخذون طعامهم خارج بلادهم. فقد ذكرت دراسة جديدة أن أكثر من ثلث البريطانيين يأخذون طعامهم معهم عند قضاء عطلهم الصيفية خارج بلادهم. وقالت الدراسة أن 35% من البريطانيين اعترفوا بأنهم أخذوا طعامهم معهم في آخر عطلة قضوها في الخارج، ولأسباب كان أكثرها انتشارا بينهم توفير المال، تلاه الاعتراف بأنهم يدققون كثيرا في مسألة الطعام. وأضافت أن بعض البريطانيين أخذوا معهم الطعام في عطلهم الخارجية لتجنب التخلص منه، فيما زعم آخرون بأنهم أخذوه معهم لأن أطفالهم يحبونه. وأشارت الدراسة حسب صحيفة الاتحاد إلى أن 21% من البريطانيين يأخذون الطعام لأنهم حجزوا أماكن ذاتية الخدمة في الأماكن التي يقضون فيها عطلهم الصيفية. آخر الأخبار معنا من صحيفة النهار اللبنانية وبعنوان مرض نادر يحول فتاة وحشا ضاريا. فقد نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الطفلة آنا تريكت هي الضحية الثالثة في بريطانيا للمرض النادر الذي لم يتوصل الطب إلى تشخيص واضح له أو إلى وسيلة طبية فاعلة في علاجه. وهو حسب صحيفة النهار التهاب نادر يصيب الأذن ويحول المريض شخصا عدوانيا تماما كوحش مفترس، وتتضمن أعراض المرض رفض المريض للحديث أو الطعام فضلا عن ميله للانطوائية وظهور بعض الاضطرابات النفسية على سلوكياته تعرف باسم متلازمة رفض الاختلاط. وفي الختام مشاهدينا لنا وقفة مع واقع الحال ورسوم الكاريكاتور نتابع.
إذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية حديثنا لهذا اليوم، أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء غدا إن شاء الله.